لم تنجلي صورة التفجير الإرهابي الذي ضرب لبنان في عمق ضاحية بيروت الجنوبية للمرة الرابعة. بقي كل شيء هنا معلقا في عمق أمن أعلن إفلاسه في لبنان بكامله. لكن من بين المأساة هذه كان إنجاز الجيش اللبناني باعتقال ماجد الماجد زعيم كتائب عبد الله عزام يأخذ طريقه إلى العلن، فالجيش اعترف بإمساكه بالأخير بعد أن تمت مطابقة الحمض النووي مع أقرباء له، اعتراف قاد أصحاب الدم المنتهك في تفجيري السفارة الإيرانية إلى إطلاق الصرخة دعوة لمحاكمته في لبنان. أن تجري محاكمة هذا المجرم السعودي في لبنان على الأرض اللبنانية حيث ارتكب جرائمه المخزية، وأن لا يعمل على تسليمه لأي جهة خارجية كانت تحت أي عنوان أو تبرير أو ضغط أو مراعاة. مخاوف هؤلاء ليست مجرد مشاعر يصوغها أصحابها في لحظة غضب عارمة، فهي نجمت عن تسريبات بدأت بالظهور في المشهد السياسي اللبناني تتحدث أجزاؤه عن أن توقيف رجل بهذا الحجم شيء يخيف حتى ماسكيه، وعليه يمكن تظهير الحل بتسليمه إلى بلده السعودية المطلوب فيها ليحاكم هناك، حل يرفضه القانون منطلقا من أن لبنان بلد ذو سيادة عليه محاكمته على أراضيه. حسب نص المادة 32 من قانون العقوبات اللبناني فلا يمكن حقيقة قبول طلب استرداده لأنه ملاحق بجرائم ارتكبت على الأراضي اللبنانية، أي أن الصلاحية الإقليمية اللبنانية متوافرة وبالتالي يقتضي ملاحقة هذا الشخص التحقيق معه في لبنان، ومن ثم بعد تنفيذه العقوبة يتم النظر بموضوع الاسترداد إذا يتم قبوله أم لا. بكل الأحوال التحقيقات تستكمل بسرية مع واحد من أخطر رجالات القاعدة وتوابعها، وأيا كان ما سيكشفه الرجل فإن في جعبته معلومات قادرة أن تحل كلمات السر في تفجيرات وعمليات لا تزال ألغازا بالنسبة لكثيرين. تخطى لبنان قطوعا أوليا باعترافه بالسبق الأمني، لكن الضربة غير المسبوقة تحتاج إلى تعويم سياسي، ذكى أن السياسة والأمن في لبنان كلاهما ستكون لهما الكلمة الفصل في قضية هزت أمن لبنان بكامله. فاطمة عواضة، بيروت.